ملف من ضمن الملفات اللي اشتغلت عليها الدولة بشكل كبير جدا هو ملف الموارد المائية، والهدف من ده هو توفير الاحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، وكمان دعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كل المجالات. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر، التحديات إزاي واجهناها وإيه اللي اتحقق في ملف الموارد المائية. معانا الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري. صباح الخير يا دكتور، أهلا بيك. صباح النور دكتور. خلينا نبتدي، يعني الوضع ما قبل 2014، ايه اللي حصل؟ ابرز التحديات الداخليه في مجال الموارد المائيه. هو طبعا الحقيقه يعني مصر تعتبر من البلاد الفقيره في الموارد المائيه العذبه المتجدده. لدينا مصدر مائي وحيد وهو نهر النيل، وحصة مصر محددة ب 55.5 مليار متر مكعب في العام. وهذه الموارد المائية من مياه النيل لا تزيد، وطبعا الأمطار التي تسقط على مصر يعني لا تذكر الحقيقة. فبالتالي مع زيادة عدد السكان وزيادة الاحتياجات المائية لتلبية احتياجات في جميع القطاعات سواء الزراعة أو الصناعة أو الاستخدامات المنزلية، بنلاقي أن لابد من زيادة الموارد المائية المتاحة. وده طبعا صعب في وجود يعني مصدر مائي عذب وحيد. صحيح. فبالتالي لابد من سد هذه الفجوة المائية اللي بتزيد مع الوقت بطرق هنتكلم عليها طبعا يعني. لكن في تحديات أخرى، هذا المصدر الوحيد أيضا يأتي من خارج حدود مصر، ومصر تعتبر الدولة رقم 11 في آخر مصب نهر النيل المتشاطئ مع 10 دول أخرى. أيضا الموارد المائية الجوفية المتاحة في مصر يا إما هي يعني بيعاد استخدامها من الرشح، من استخدام الحصه بتاعتنا بتاعت مياه النيل اللي هي نفس المياه ولكن بيعاد استخدامها مره اخرى من المياه الجوفيه في وادي النيل والدلتا، او المياه الجوفيه اللي في الصحاري. وده بتواجه تحدي اخر، وهو ان هذه المياه غير متجدده، وبالتالي لازم يعني تستخدم بحرص شديد، واذا يعني استنزفت لا تتجدد. كل هذه تحديات كبيرة بتواجه مصر في قطاع المياه والموارد المائية، وفي جهود طبعا كثيرة بتبذل لسد هذه الفجوة المائية. عظيم دكتور خالد، فكان على الدولة بما أن حضرتك ذكرت كل هذه التحديات أن تتحرك. عايزين نعرف من حضرتك السياسة المائية اللي اعتمدتها مصر لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية كمان لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر. طبعا بالضبط، يعني لو ما نيجي نشوف لنصيب الفرد من الموارد المائية الآن أصبح من الموارد المائية العذبة المتجددة أصبح حوالي 560 متر مكعب للفرد في العام. حد الفقر المائي معروف ب 1000 متر مكعب للفرد في العام لسد الاحتياجات في جميع القطاعات. محتاجين مضاعفة الكمية. وإحنا بنقترب كمان من حد الفقر الشديد أو المضجع اللي هو 500 متر مكعب للفرد في العام. فبالتالي كان لابد من سد هذه الفجوة المائية بالتوجه إلى استخدام الموارد المائية غير التقليدية كأحد السياسات اللي اعتمدت عليها الدولة. وطبعا هذه الموارد المائية غير التقليدية بتشمل بقى التوجه إلى تحلية مياه البحر. اتخذ قرار بأن جميع المدن الساحلية تعتمد على تحلية مياه البحر. طب. أو تحلية المياه المالحة في الخزانات الجوفية الساحلية. وأيضا لما نيجي أقول يا دكتور إزاي ده ممكن يكون حافظ على الزراعة وعلى الثروة الحيوانية باستخدام الحاجات اللي حضرتك بتقولها وتحلية المياه؟ ويمكن تحلية المياه بتستخدم أكثر في الاستخدامات المنزلية، ولكن قطاع الزراعة بقى استخدمت سياسة أخرى وهي إعادة استخدام المياه المعالجة سواء مياه الصرف الزراعي، وده يمكن مصر عملت أكبر مشروعات في العالم، أكبر محطات لمعالجة الصرف الزراعي في العالم،
محطة المحكمة، محطة بحر البقر، ومحطة الدلتا الجديدة اللي سيتم افتتاحها قريبا. كل هذه الثلاث مشروعات دول فقط يعني بيوفروا حوالي 14.1 مليون متر مكعب في اليوم، يعني ما يقرب من 5 مليار متر مكعب سنويا. هذه المياه المعالجة بيعاد استخدامها بقى مرة أخرى في الزراعة، في قطاع الزراعة، ومكنت الدولة من التوسع في الرقعة الزراعية. طبعا يعني لما نيجي نحط بقى إعادة استخدام المياه وتحلية المياه المالحة مع بعض، فده بيعتبر يعني سياسة مهمة جدا، لأن مع الوقت الصرف ده بيزيد، كل ما عدد السكان بيزيد كل ما التوصيل المياه المنزلية بيزيد، كل ما الصرف الناتج عن هذه الاستخدامات 80% من المياه اللي بتوجه إلى القطاع المنزلي بتعود مرة أخرى كصرف، وبالتالي لابد من الاستفادة من هذا المورد المهم. وهذا الصرف يعني جزء منه بعد معالجته من محطات الصرف الصحي بيوجه أيضا إلى المصارف الزراعية، فبيفيد أيضا في زيادة المتاح من مياه الصرف الزراعي. وده يا دكتور خالد اللي حضرتك بتذكره دلوقتي هو اللي أكد عليه سيادة الرئيس امبارح، قال إن الدول اللي بتعاني من ظروف اقتصادية صعبة مفيش قدامها حل غير إن هي تفكر في أفكار مختلفة. فإحنا عارفين مواردنا من المية ومواردنا ثابتة، مصر دولة ما فيهاش مطر، المطر فيها شحيح جدا، وزي ما حضرتك ذكرت الموارد بتاعتنا بالنسبه للمياه، فكان علينا ان احنا نفكر في اننا نعيد استخدام هذه المياه مره اخرى. فكره التنوع يا فندم زي ما حضرتك ذكرت ما بين المحطات، محطات لتحليه مياه البحر، محطات اخرى لمعالجه مياه الصرف الصناعي والصرف الزراعي، استخدام مياه الابار، فكره التنوع اهميتها ايه يا فندم؟ والله احنا دايما بنقول ان لابد من استخدام المورد المائي المناسب في الاستخدام المناسب في المكان المناسب. لازم التنوع، لان عندنا قطاعات مختلفه، عندنا قطاع الصناعه، قطاع الزراعه، قطاع الاستخدامات المنزليه، يعني يمكن صعب تعيد استخدام مياه الصرف في الاستخدامات المنزليه للشرب مثلا، ولكن يمكن استخدامها في الزراعه. وهناك ايضا كود مصري لاستخدام لاعاده استخدام مياه الصرف في الزراعه، بيحدد على حسب كل درجة من درجات المعالجة ممكن نزرع بها إيه، بحيث يكون زراعة آمنة وصحية وليس بها أي أضرار. فبالتالي هذا التنوع مطلوب. في مكان آخر مثلا ممكن تكون المياه الجوفية من أنقى ما يمكن، لأنها ولا تحتاج إلى معالجة، فبالتالي ممكن أنها تستخدم في الشرب وفي استخدام تعبئة الأزايز للشرب. مكان آخر ممكن تكون المياه من ناتج صرف صناعي يعاد استخدامه أيضا في الصناعات اللي هي بتستخدم في الصناعات غير الغذائية مثلا. فكل هذا التنوع مطلوب جدا في مناطق ساحلية، مناطق ساحلية بعيدة عن نهر النيل، بعيدة عن مصادر المياه الجوفية العذبة، فبالتالي أنسب حاجة ليها هي تحلية المياه المالحة. فهذا التنوع طبعا مطلوب في السياسة المائية لتلبية الاحتياجات المختلفة في الأماكن المختلفة بموارد مائية مختلفة. طيب قطاع الري، يعني احنا شايفين كل الحاجات اللي حصلت فيه المختلفة خلال السنين اللي فاتت، انجازات كبيرة حصلت فيه، لو اتكلمنا عن تفاصيل اللي حصل في قطاع الري في الفترة اللي فاتت. وطبعا بالإضافة إلى هذه المحطات اللي بتستخدم في إعادة استخدام مياه الصرف في المعالج في الري، هناك أيضا مشروعات أخرى خاصة بإعادة تأهيل الترع. يعني في وادي النيل والدلتا عندنا شبكة من الترع والمصارف تزيد عن 50,000 كيلومتر، يمكن من أطول الشبكات في العالم. مع مرور الوقت طبعا هذه القطاعات الخاصة بالترع بتكون يعني شكلها بيتغير، فالمياه ممكن أنها ما توصلش لنهاية الترع، بيحصل فيها مثلا لما يحصل تطهير لهذه الترع ممكن الشكل بتاع الترع يتغير شوية فما توصلش المياه لنهايات الترع. ممكن في بعض الأماكن تكون محتاجة إعادة تأهيل وإعادة تشكيل القطاع، في بعض الأماكن تكون محتاجة تبطين
تقليل الفواقد. فبالتالي كان مشروع تأهيل إعادة تأهيل الترع ده مشروع أيضا مهم جدا حتى تصل المياه لنهايات القنوات والترع للمزارعين اللي في النهايات، وأيضا لتقليل جزء من الفواقد اللي ممكن يكون بيحصل من زيادة المساحة المائية أو المسطح المائي، فبالتالي بيحصل ضخ زيادة، تسرب للتربة زيادة. ولكن طبعا هذه المشروعات لازم يعني بتنفذ بحرص شديد، لان جزء من التسرب ده بيروح للمياه الجوفيه، ممكن يكون في استخدامات للمياه الجوفيه من صحيح. مستخدمين اخرين، فطبعا كل ده بيحتاج يعني وكلها دكتور خالد مرتبطه ببعضها. يعني لما نيجي نبص هنلاقيها منظومه مع بعضها. يعني احنا عايزين نتكلم دلوقتي عن موضوع تبطين الترعه، ده هدفه الحفاظ على كل قطرة مياه عشان برضو ما يحصلش ارتشاح في الأرض فيؤثر على الأرض الزراعية جنبها، وفي نفس الوقت نفقد كميات كبيرة من المياه. عندنا على الجانب الآخر الري بالتنقيط عشان نقلل استخدام المياه، وبالمناسبة ري بالتنقيط برضو من مياه هي الأخرى معالجة ومعاد استخدامها مرة تانية. طيب اتفضل يا فندم. يعني كنت لسه هقول ان يعني المشروعات الأخرى هي مشروع تحديث الري وتطوير الري، سواء يعني المناطق الصحراوية اللي هو في قانون بيجرب استخدام الري بالغمر في المناطق الصحراوية، هناك تجديد حصل في الفترة الأخيرة على التأكيد على أن تستخدم طرق الري الحديثة للتنقيط أو الرش على حسب المكان وعلى حسب المزروعات طبعا في المناطق الصحراوية. وفي المناطق القديمة بقى في وادي النيل والدلتا تحويل بعض النظم من ري سطحي او ري بالغمر الى ري بالطرق الحديثه، وايضا تطوير الري السطحي نفسه، لان في هناك ري سطحي مطور ايضا بيقلل من الفواقد وبيساعد في الاراضي الطمييه. وفي مجال يعني لو سمحت لي يا دكتور خالد، هو مرتبط بالنقطه اللي حضرتك بتتكلم بيها برضو، هي مساله الخريطه الصنفيه، استنباط اصناف جديده للمحاصيل الزراعيه بتقلل الاعتماد على المياه او بتستخدم مياه اقل، فده برضو نوع من انواع الترشيد في استهلاك المياه. صحيح، ده طبعا بقى في قطاع الزراعه، مفهوم. يعني بيعمل جاهدا على استنباط اصناف جديده تستهلك مياه اقل وتتحمل ايضا الملوحه وتتحمل الجفاف، نوبات الجفاف. احنا عارفين مع التغيرات المناخيه يعني درجات الحراره بتزيد، الاحتياجات المائيه بتزيد، البخر بيزيد، فبالتالي ممكن نضطر ان احنا الى نستخدم اصناف يعني تتحمل الجفاف لو حصل جفاف لفتره معينه او قله في المياه لفتره معينه او حصل ملوحه في المياه المتاحه نتيجه استنزاف بعض المصادر المياه الجوفيه مثلا. استنباط اصناف من الرز بتستخدم وتستهلك مياه اقل، الرز احنا عارفين ان هو بيستهلك مياه كثيره، فالحقيقه وزاره الزراعه ايضا صحيح. يعني عملت على استنباط اصناف جديده تستهلك مياه اقل. عظيم، شكرا جزيلا يا فندم دكتور خالد ابو زيد المدير الاقليمي للموارد المائيه بمنظمه سيداري، شكرا جزيلا ليك.